احنا الآن في المراكز البحثية العائدة إلى جامعة الموصل. تم الاتفاق مع السيد معالي وزير الصحة ومعالي وزير التعليم العالي بأن تكون هذه المراكز البحثية تابعة لدائرة صحة نينوى للظرف التي مر به مدينة الموصل بسد المستشفيات الكرفانية خاصة مستشفى الخنساء التعليمي. تم في زيارة وزير الصحة معالي وزير الصحة إلى الموصل والسيد الوكيل الإداري. تم مفاتحة وزارة التعليم العالي بإعطاء هذه المراكز البحثية التعليمية وتشغيلها من قبل دائرة صحة نينوى حصرا. تمت الموافقة على تخصيص هذه المراكز البحثية في جامعة الموصل بتشغيلها من قبل كوادر دائرة صحة نينوى، وكما ترون تم التجهيز والتأثيث من قبل دائرة صحة نينوى مشكورا السيد المدير العام ومديرة التخطيط وكافة الكوادر بإسناد بهذه العملية. إن شاء الله ننتظر نتيجة المسحات بعد تعفير الصالات وكانت الحمد لله سالبة، ويبدأ العمل إن شاء الله قريبا جدا، وسوف إن شاء الله نعلن عن ذلك قريبا. السيد مدير العام يعلن عن هذا الافتتاح. نعم، استقبال المرضى إن شاء الله في الأيام المقبلة، يعني أيام قليلة جدا. المعجلات الخطية والمراكز الأخرى مثل مركز جراحة القلب والقسطرة القلبية والمحيطية ومركز الأمراض الجهاز الهضمي ومركز الجملة العصبية ومركز الأورام، مراكز كثيرة متطورة جدا موجودة في المنطقة. هناك منحة فرنسية تم الاتفاق عليها والعمل جاري عليها إن شاء الله، وزيارة المسؤولين ومتابعة يعني شخصية من قبل مدير عام دائرة صحة نينوى والسادة المعاونين وسيد معالي وزير الصحة حول إكمال بأسرع وقت ممكن إكمال هذه المشاريع إن شاء الله. الفرنسية حسب معلوماتي أتوا للإصلاح، هل هنالك موعد للانتهاء؟ بدأوا أم لم يبدأوا؟ هناك يعني موعد للبدء، بدأوا نعم، ولكن هناك عقبات إدارية وروتينية حول يعني المبلغ الدولار، فإن شاء الله حلت في الأيام الماضية، حلت هذه المشكلة وننتظر إن شاء الله البدء بالعمل جديا.